ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب نسب شريف، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. فمحمد صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف، نخبة بني هاشم وعظيمها. روى مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، كما دلت عليه النقول والآثار.